الفل. يحتاجي بقى ارتاحي شوية. هو ما فيش غيرك ولا هي يعمل شغل البيت؟ ما هي ماما اللي عليها شغل البيت النهاردة يا تيت. يا خبر بالعين ولا بالجيران؟ يا نهار ابيض، دول اصحاب فارس. ايه مالك يا واد انت وهي؟ انتوا خايفين كده ليه؟ هما اصحاب فارس بيخوفوا كده؟ انت ما تعرفيهمش يا ماما، عمر اللي عرفهم. فاكرهم يا عمر في البيت القديم؟ اه يا ماما فاكرهم. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مش هنا. هو فارس هنا يا عمر؟ فارس؟ يا فارس! ازيك يا رودي؟ هتلعب معانا يا فارس شوية؟ بس ما لسه بنوع الشقة، هتزعق ولا لعبنا فيها؟ احنا مش هتبهدل حاجة يا فارس. يا لهوي، قال مش هيبهدلوا الشقة ايه؟ اعملوا لايك بسرعة للحلقة دي عشان تشوفوا ايه اللي هيحصل وهيعملوا ايه. بسرعة لايك تحت الفيديو. خلاص انا مش هتبهدل حاجة، تعالوا نلعب. امسك يا فارس. امسك يا هاني. خدي رودي. اختلف نفسك يا عم الضحية، والله العظيم انا مكسر عمالكم. خلاص اخي المله، مش هنعمل كده تاني. ماشي لما نشوف. تبي تتنطط شوية؟ يا لهوي يتنططوا. انا مش هينفع افضل قاعده ساكته كده وحاطه ايدي على خدي والعيال دول عمالين يخربوا في الشقه. انا لازم اقوم انتقم منهم. دلوقتي بقى انا بشكر اصدقائنا محمد رمضان وجانا انور وسلمى نجاح وايمن محمد ورغدة علي. ما تنسوش اعملوا لايك بسرعة للحلقة دي، واللي ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة. وسلام. بس ما لسه مروق. انا لسه مروق. لا تخضي. لا تخضي.